مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من امام الفيلا المهجورة اللي كيتواجدوا فيها العديد من المتشردين والعديد من المدمنين على المخدرات والكحول. هذه الفيلا اللي شفتوا معنا قبل ايام اللي كيف ما شفنا كان تدخل ديال رجال الامن المشكورين دخلوا في المنطقة وحاولوا على انهم يلقاو القبض على هاد المتشردين وعلى هاد المدمنين اللي كيزعجوا السكان ديال هاد المنطقة هادي اللي ما كيخليهمش معسول. يعني يتعدد شكايات من هاد المنطقة هادي اللي بزاف ديال الناس كيتشكاو من هاد الفيلا المهجورة اللي كتواجد هنا في حي بورغون امام العوينة الحارة. يعني كيف كتشوفوا المشهد صادم، وكذلك كاين العديد من القاصرين، كاين العديد من الشابات اللي كينعسوا داخل هاد الفيلا المهجورة اللي بزاف ديال الناس والسكان ديال هاد المنطقة كيشتكيو من هاد الفيلا المهجورة اللي كاينة كيفت لكم بحي بورغون قرب العوينة الحارة. يعني صراحة المشهد صادم، وكاين العديد من المدمنين على المخدرات، كاين العديد من المتشردين اللي هاد الفيلا المهجورة يعني هي مظلمة من الداخل. هاد الشيء اللي كيخلي بزاف ديال المدمنين ديال المخدرات وكذلك المتشردين على انهم يجيو لهاد الفيلا المهجورة اللي كتواجد بهاد المنطقة هادي اللي كتشوفوا امامكم. هي يعني كيف قلت لكم هي الباب ديالها ما كاينش، يعني تم التكسير ديالو، وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال المتشردين كيجيو كينعسوا داخل هاد المكان هذا اللي هو صراحه ولا ملجأ للعديد من المتشردين اللي كتشوفوا امامكم في الصوره. ان هاد المتشردين دائما كيجيو لهاد المنطقه هذه اللي كيتجمعوا فيها، اللي دائما كتجي شكايات من عند مختلف السكان ديال هاد المنطقه على ان هاد الفيلا المهجوره هي اللي كيتجمعوا فيها العديد من المتشردين. كذلك كاين هناك بعض القاصرين اللي دائما كيحاولوا على انهم يزعجوا السكان ديال هذه المنطقه هذه اللي صراحه العديد كيف قلت لكم من الناس، العديد من الشكايات دائما كتجي من هذه الفيلا المهجوره اللي كاينه في هذه المنطقه ديال حي بورغون قرب العوينة الحارة. وكيف ما كتشوفوا العديد من المتشردين كيخرجوا في هذه الأثناء وهما اللي كيزعجوا السكان اللي كيقولوا لنا على أنهم دائما كيصدعوهم بالليل، حيت كيجيبوا بعض الشابات وكيمارسوا معاهم داخل هذه الفيلا المهجورة اللي كتشوفوا أمامكم. أن كان هناك واحد الصور اللي تم يعني ريبوه وخلاو المتشردين هذا الملجأ هذا، اللي صراحة المشهد صادم من الداخل. يعني كيف قلت لكم كاين العديد من الشباب والعديد من الشابات وكذلك القاصرين اللي كيتواجدوا بهاد الفيلا هذه، اللي صراحة هي ملجأ للعديد من المتشردين ديال منطقة الدار البيضاء، اللي صراحة كاين الداخل ديال هاد الفيلا هذه تقريبا اكثر من 100 متشرد اللي كيجي من جميع انحاء منطقة الدار البيضاء. يعني صراحة بزاف ديال الناس كيستغربوا على هاد الملجأ هذا اللي هو للمتشردين، اللي كيف كتشوفوا الداخل ديالو مظلم وما يقدرش يدخل احد السكان ولا احد الناس ديال هاد المنطقة هذه خوفا من هاد المتشردين اللي كاينين في هاد المنطقة، اللي كتشوفوا الصورة من داخل الفيلا المهجورة اللي صراحة هي ملجأ كيف قلت لكم للعديد من المتشردين، اللي كيف قلت لكم على انهم كيجيو من مختلف مناطق الدار البيضاء وكينعسوا هنايا وكيباتوا هنايا. وكيف قالوا لنا الناس ديال هاد المنطقة على انهم كيجيبوا بعض الشابات وكيحاولوا انهم يمارسوا معاهم وكيخليو الساكنة بالليل تسمع. كيف قال لي السيد على انه يكون مع الوليدة ديالو حتى كيسمع صوت يعني شاب وشابة كيمارسوا بالليل وكيخليهمش ينعسوا. هادشي اللي كيف قلت لكم خلى بزاف ديال الناس يشتكيو ويعطيو الشكايات ديالهم، لان كيف كتشوفوا هي قريبه جدا للمناطق اللي كيسكنوا فيها الناس، وكذلك الاصوات والرائحه الكريهه اللي كتطلع. كيعرفوا ان هاد المتشردين دائما كيتبولوا في المكان اللي قريب لهم، هادشي اللي كيخلي الساكنه على انها ما كتنعسش بالليل وما كدائما
يعني مهددين بالخطر. وهذا الشيء كيف قلت لكم على ان العديد من الناس مابقاوش كيخرجوا في هذه المنطقه هذه في هذه الاوقات هذه، لان العديد من المتشردين كيكونوا بالقرب من المنازل ديالهم وكيخافوا منهم. كذلك لا يسعني ان اذكر ان هاد المتشردين دائما كيربيو الكلاب الضاله، وهذا الشيء اللي كيخلي الساكنه على انها في هذه الاوقات هذه تكون داخل المنازل ديالها. وكيف قلت لكم العديد من الناس مابقاوش كيسخروا وليداتهم في هذه الاوقات هذه، كيحاولوا دائما انهم يتسخروا بكري لانهم عندهم بناتهم عندهم وليداتهم صغار كيخافوا عليهم من السرقه كيخافوا عليهم من الاغتصاب، لان صراحه هذه المنطقه هذه هي المهجوره اللي كاينه بحي بورغون، اللي صراحه قلت لكم لان العديد من المتشردين والعديد من الشابات كيجيو كيختبئوا في هذه المنطقه هذه. شفنا تدخل رجال الامن لتحيه لهم اللي قاموا بالواجب ديالهم وحاولوا على انهم يحيدوا هذه المتشردين من هذه المنطقه هذه، لكن لا يزالون كينعسوا في هذا المكان هذا اللي صراحه هو ولا مأوى للمتشردين، اللي بزاف ديال الساكنه خايفه على الاولاد ديالها خايفه على الناس. يعني كيف كتشوفوا هاد الاولاد الحي انهم كيحاولوا انهم ياخذوا صور لهاد المكان هذا اللي هو صراحه مأوى العديد من المتشردين اللي كيجيو وينعسوا في هاد المكان اللي دائما كيف قلت لكم على انه مأوى للمتشردين ومأوى العديد من الشابات والشبان اللي كيجيو انهم كيمارسوا داخل هاد الفيلا المهجوره اللي كتواجد بحي بورغون قرب العوينه الحاره. يعني هاد الناس ديال هاد الساكنه هادي كيف قلت لكم على انهم يشكيو دائما من هاد الفيلا وهاد المكان اللي ولا خطير على حياه الاطفال وحياه العديد من المارة اللي كيف شفنا على انه كيجتمعوا فيه العديد من المتشردين، يعني العديد من الشابات اللي كيجيوهم الدراري وكيحاولوا يمارسوا معاهم دائما. كيف قلت لكم على ان هذا المكان هذا هو مأوى لهذ المتشردين اللي دائما كنعرفوا ان المتشردين كيكونوا معاهم الكلاب ديالهم، يعني هاد المتشردين كيجيو وكيزعجوا السكان بالاصوات ديال الكلاب بالاصوات الممارسه مع الفتيات. وكيف ما قال لي السيد لانهم بعض المرات كيحكروا على شي قاصر كيبقاو يعتديو عليه. هادشي كيف قلت لكم اللي خلى الساكنه ديال هاد المنطقه هادي دائما كتخاف من هاد المكان من هاد الفيلا المهجوره اللي كتشوفوا امامكم، ان العديد من الشباب والعديد من المتشردين كيجيو وكينعسوا في هذه المنطقه هذه اللي كيف قلت لكم على انها ولات مأوى. وكيف ما شفتوا معنا هذا الشاب هذا اللي دخلت معايا، اللي صراحه بزاف ديال الناس بزاف ديال الساكنه ديال هذه المنطقه كيحاولوا على انهم يسمع الصوت ديالهم باش يقوموا بصلح هذه الفيلا هذه، ولا يديروا شي صور اللي يخلي ما يخليش المتشردين يحاولوا يدخلوا بهذه السهوله، لان اي واحد ولا كيقدر يدخل اي شاب او شابه او قاصر كيلقى هذا المكان كيدخل كيختبئ فيه حتى بعض اللصوص اللي قدروا انهم ياخذوا هذا المكان مأوى لهم. وكيف ما كتشوفوا معنا امامكم في الصوره ان هاد المتشردين وما اكثرهم في هذه المنطقه هذه اللي كينعسوا فيها وكيختبئوا فيها. يعني كيف قلت لكم ان الساكنه ديال هذه المنطقه دائما كتشتكي من هذه الفيلا المهجوره اللي خاص بزاف ديال المسؤولين اللي يحاولوا انهم يصلحوا هذا المكان باش ما يبقاش مأوى للمتشردين والمتشردات اللي صراحه كيخافوا منهم الناس ديال هذه المنطقه هذه، اللي ولاو على انهم كيحاولوا يجلسوا الوليدات ديالهم ويحاولوا يجلسوا العيالات ديالهم، كما ان الرجال مابقاوش كيخليو بناتهم يخرجوا خوفا من الاغتصاب، اللي كنعرفوا ان المتشردين دائما ما كيكونوش في الحاله العقليه ديالهم، يعني دائما كيكونوا مخدرين او شاربين كحول. يعني صراحه لازم تدخل احد المسؤولين باش يقوم باللازم باش هاد الفيلا هادي ما تبقاش مأوى للصوص وكذلك مأوى للمتشردين. مشاهدي قناة شوف تيفي، كنتمنى انكم تبارطاجيو المباشر باش يوصل الصوت ديال الساكنة ديال هاد المنطقة هادي. والى هنا ينتهي هذا الفتش المباشر والى اللقاء.